مرحبا بكم في الدرس الثالث الخاص بدروس قاعدة بيانات مونجو دي بي، حيث أننا سننهي بعض التعليمات كتعليمات بيسون دامب. فتعليمات بيسون دامب تقوم بتحويل البناغ من جيسون من الفورما بناغ إلى الفورما المعروفة. فالبيسون فهو جيسون بينار خاص بقاعدة بيانات المونجو دي بي. وجب علينا الدخول إلى أحد هذه الملفات هكذا، و بيسون دامب نقوم بتمرير يوزر مانجمنت و بيسون. كما تلاحظون فإن تعليمات بيسون دامب قامت بتحويل محتوى الملف يوزر مانجمنت اب بوان بيسون الى جيسون نصي يمكن قراءته. لقد قمنا فقط بوضعه داخل ذلك الملف. سنقوم أيضا بالتعرف إلى كيفية التعامل مع تعليمات المونجو فايل. فالمونجو فايل تقوم بتخزين الملفات داخل نظام ملفات الجريد افاس الخاص بمونجو دي بي. فالمونجو فايل ليست فهي فارغة، نقوم بوضع بوت. لما لا نضع ذلك الملف المسمى ببيسون كونفرتد، فالنتيجة هي added، أي أنه تم إضافة ذلك الملف إلى grid fs mongo files list. فمونجو فايل ليست تقوم بإظهار الملفات المخزنة داخل نظام الجريد اف اس كما تلاحظون. نقوم ب get id يقول لي ان الملف فهو ليس، نقوم ب get واسم الملف فهو بيسون كونفرتد. اظن ان التسمية فهي ليست صحيحة، وجب استخدام الشمع الكامل للحصول على الملف. يقول لي finished writing، أي أنه انتهى من كتابة ذلك الملف إلى المكان الأصلي المتواجد بهذا المجلد. الآن سنتفقد تعليمات get id فهذه الملفات لا تحتوي على الاي دي لانها بينار وليست جيسون مونجو فايلز، فهذا هو سبب عدم نجاح هذه التعليمه. الان سنقوم باستبدال الجيت ب ديليت. كما تلاحظون يقول لي successfully deleted all instance. الآن عند القيام بمونجو ليست فهو فارغ. بهذا الأمر نكون قد انتهينا من شرح الأدوات
تابعة لقاعدة بيانات مونجو دي بي وشكرا.